موس كريم او موس جل حسب اذا كانت البشره دهنيه او جافه، ولكن تو موشرايز موشرايز. احفظوا الشيء اللي عم اقول لكم اياه، فصل الربيع بحاجه لترطيب، ما فينا ما نرطب بشرتنا، شرط انه يكون الكريم سو فورم دو اكوا، يعني غني كثير بالمي. بدنا نقول ايدرا، كلمه ايدرا، تو موشرايز. ما بدنا ناخذ ريتش كريمز بهالشهر لان بيسببوا حساسيه. خلينا نختار الموشرايزرز يلي هن مركزين على المي ومنقرا فيهم ايدرا او اكوا كريم، وكل هالكريمات حتى الماسكيت تكون مركزه على الايدراتاسيون. بنلاحظ هالنوع من الحساسيه بنشوفها كثير بفصل الربيع منزور الطبيب، ودائما الحديث انه هيدي حساسيه تبعا لامور كثيره، ولكن احيانا الحق بيكون على فصل الربيع. نبتدي بماسك اليوم. اكيد لاتصالاتكم على الارقام يلي عم تظهر على الشاشه انا دائما موجوده لحتى اخذ كل اسئلتكم ونجاوب عليها. واليوم بقول للسيده يلي بتتصل اول اتصال وهي ام لها مني كتاب طبيعي اجمل لحتى دائما تزين نفسها هي وعم تهتم بعائلتها. وعم نتركه لأكثر من ساعة أو ساعتين حسب الوقت يلي نحن بحاجة لإله. ناخذ الاتصال. ألو؟ ألو؟ أهلين. كيفك مدام ليلى؟ بخير، مين معي؟ معك سونيا عوض. أهلا وسهلا سونيا. سونيا أنت المتصلة الأولى، وإلك مني على انك ترجعي تتصلي على ارقامي لحتى نقدم لك كتاب طبيعي اجمل بمناسبه عيد الامهات، واذا كنت حضرتك ام ينعاد عليك. ميرسي حبيبتي، وعليك يا رب وعلى كل امهات لبنان. ثانك يو. خصوصي بهالظروف هيدي. نعم. تفضلي، عندك سؤال؟ لا انا بتابعك عسول، ما عندي ولا سؤال. يلا تابعينا البروجرام اللي انت. ثانك يو. يلا عسول بتابعك، وشو ما بتعطي بسجل عندي، كثير بيعجبني الاشياء اللي بتعطينا اياها والنصايح. عم تاخذي نتيجه؟ إيكي. عم تجربيهم وتاخذي نتيجه؟ ايه اكيد، خصوص الشعر والوجه خي والماسكات اللي بتعطينا اياها والنصايح الحلوه والبسمه اللي بتضل على وجهك بتعطينا تفاؤل بالحياه. ثانك يو. خلينا هيك على طول متأملين انه في شيء حلو بلبنان.
هاي الحقيقة. نحن كل الدنيا كلها هي بتدعي للإيجابيات، وبس نقول ماما بتعطينا إيجابية، بس يجي هالشهر الربيع كله إيجابيات. بتمنى لك هالعيد يكون دايما يعطيك الصحة والخير لك ولعائلتك. منتابع مع هالماسك اللي ابتدينا فيه، يلي قلت لكم من نمد طبقة رقيقة ومنشوف كيف منشوفه كيف رح يكون التماسك لحتى ما يصير فيه ولا خطأ، ما بدنا يسميك. من نمد طبقة رقيقة ونرجع من بعدها نغسل الوجه إذا كان البشرة دهنية بمي باردة، وإذا كانت البشرة جافة بمي فاترة. أما إذا كانت بشرة جافة ومتقدمة بالسن، بديكم تضيفوا لها نقطتين من زيت الزيتون. أما إذا كانت دهنية ما منضيف الزيت، منتركه يساعد اللبن والعسل والحامض ينشف الحبوب، وبزيت الوقت البورز يعني أي المسام المفتوح يساعده أن يرجع يسكر ويغلق المسام. الخلطة الجديدة يلي رح أعلمكم إياها كمان، بدنا نتفادى هالاشياء بالربيع انه نحن وعم ننظف وجهنا وي هاف تو كلينز جنتلي. خلينا ننظف وجهنا بانتباه، ما نشد كثير على الوجه، ما نعمل ديبلاسمون تيسولير لانه هيدا الشيء بيأذي البشره. بدنا دائما ننظف وجهنا بكل نعومه، نجرب ما نستعمل ايبونجيت، نجرب ما نستعمل فراشه، ما نستعمل ماشينز اللي بتساعد الوجه للتنظيف. السكراب ما يكون قاسي، يكون في لطف بطريقه التعامل بال بشرة مثل ما عم نشوف. نمد الكلينزر على ايدينا ونرجع نسخنه بين ايدينا ونحطه على باكف اليد ونرجع نحطه على الوجه. اما الكونتور ديزيو نبعد تقريبا 1 سنتيمتر خاصه بفصل الربيع، لان بصير في حساسيه لما بنحط الكونتور ديزيو. تابينج تابينج، بنوضع الكونتور ديزيو بطريقه التابينج، اي بدنا نعمل هالخطوات. والكريمز بدنا نحطها دي اند نايت، ومثل ما عم تشوف هالماسك يلي هلا رح بلش ركب لكم اياه يلي شفتوه هلا قطع، يلي بيساعد البشره انها تعطي نضاره، وخاصه اذا كان في كوبروز اي شرايين بنشوفها حمر على سطح الجلد خاصه بهالشهر، بتساعد انها تريح المسام. خميره ممزوجه مع حليب بودره، بدنا نحط سحنت الخميرة وضفت لها نص ملعقة من الخميرة ونص ملعقة من حليب البودرة. ملعقة من طحين ممزوج بالنشا، نص ملعقة طحين، نص ملعقة نشا، أي طحين الذرة، طحين القمح وطحين الذرة. منلاحظ بخلط نص بنص لحتى يكون في عندي هاي الكمية، وبتركهم دايما مخلوطين لان انا بحب هالخلطة لما بتحضروا الاقنعة الطبيعية، مش نكون مركزين بس على طحين القمح او طحين الذرة. وبزيت الوقت لما بنكون عم نحكي عن الخميرة بنضيف لها بودرة الحليب، لانه الحليب بيعمل ايدراتاسيون على البشرة وبيساعد على ترطيبها. بنضيف لهالخلطة العسل، قدر ملعقة صغيرة من العسل، وملعقة صغيرة من اللبن. هيدا اللبن استخدمته خفقته كتير لحتى يساعد لتدويب الخميرة، يعني بنخفق اللبن بالخلاط أو بخفقة يدوية. ناخذ الاتصال، هيدا الماسك صار جاهز. الو الو، اهلا، صباح الخير. صباح النور، نعاد عليك مدام ليلى. وعليك يا رب، خليك امك وبناتك يا رب. الله يخليكي حبيبتي. بس بدي اسالك سؤال. تفضل. انا عندي كلف بوجهي وعندي كثير سرن تحت عيوني. نعم. في حل لهالموضوع؟ اكيد عندك في حل، انت ام الحلول. الكلف ان كان كلف ان كان اسوداد هي حاله لازم نعرف انه اذا ابتدينا نعالجها لازم نتابع العلاج. اي حاله اسوداد او كلف هي من الضروره اعرف انه اذا بوقف اي علاج رح ترجع الكلف.
أما الإسودات حول العينين إذا كان السبب هو سبب نقص بالحديد، هي حمية خاطئة أثرت على تعب معين حول العينين، إذا كان حالة وراثية، مشاكل بالكلى، circulation of blood، عدم انتظام الحركة الدموية وبالتالي بتأثر على الحركة اللمفاوية وعلى كل هالمناطق، أو سبب رقية الجلد وجفافه يلي بسبب كتر الجفاف بيصير فيه إسودات. ومثل ما بنعرف إنه ديرم إبيديرم إيبوديرم، هالإيبوديرم الغلاف الواقي يكاد لا يكون موجود لا على منطقة على الإيدين لا على منطقة حول العينين، مشان هيك لازم نرطب يوميا، وبقلكن دايما رطبوا. من المفروض انه حتى نحافظ على منطقه حول العينين نستخدم الاي كونتور كريم، نحطه بالبراد، ودائما نجرب نحط اكثر من مره بالنهار، يعني مره على بكره، مره الظهر، مره المساء، بهالمرحله بحد ذاتها نبعد عن منطقه حول العينين. ولحتى اخذ نتيجه مهمه لمنطقه حول العينين وللاسودات، لعلمك انك تضيفي شيء بسيط من بايكربونات الصودا، يعني شيلي نقطة صغيرة هالقد بتضيفيها للكريم كونتور ديزيو يلي عندك، اي كريم حول العينين، وبترجعي بعدين بتخلطيها منيح منيح بالملعقة الصغيرة بهالشكل، يكون كتير متحكمة بالكمية، بتدوبيها كتير ومنحطها على منطقة حول العينين من تحت، اما المنطقة من فوق ما بنصحك كتير انك تحطي عليها هيدي الوصفة. ولكن بزيت الوقت ما تنسي انه البطاطا واكياس البطاطا، يعني نعصر بطاطا نحطهم بقماشة خام، نحطها بالفريزر ونشيلها الصبح وحطها على منطقة حول العينين، حتستفيد كتير منطقة حول العينين والنتيجة جيدة جدا. أما الماسك اللي ابتديت حضرت لكم إياه، نحن بعد بحاجة لنقطة زيت الزيتون، ولاحظوا اليوم تقريبا يعني حطيت ربع ملعقة صغيرة، هالماسك صار جاهز، وخاصة للبشرة المتقدمة بالسن، إذا في تجاعيد حول العينين وإن كان منطقة حول العينين، إن كان العنق، إن كان الوجه عامة، السنيات، منلاحظ هالماسك جمالياته بيساعد كتير إنه يشد البشرة ويعطيها رونق ونضارة. وخاصة للي عم بيعانوا من الكلف فينا نزيد لهالخلطة شي بسيط من عصير الحامض، وإذا كان بشرتي عندها ترهل وهيدا أمر طبيعي بيرافق أيام التجاعيد الترهل، منزيد ملعقة صغيرة من التورميريك. هالماسك صار جاهز، خلينا نشوف شوي من مكياج الربيع لحتى الأمات يتزينوا بهالألوان الحلوة يلي نحنا دايما من وحي الطبيعة، دايما الانسبيريشنال ميك اب هو دايما من الطبيعة، من ألوانها، من اختلاف ألوان الزهور يلي نحنا دايما منشوفها. منلاحظ هالميك اب، رح نشوف أكثر من مكياج طبيعي لحتى نكون عم نقشع الاشياء بجمالياتها وبلوك حلو كتير. انا بستودعكم وبقلكم انه هالنهار مهم كتير، ولكن هو كل يوم عيد للام، وهابي ماذرز داي.